رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ونروح معاكم دلوقتي لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع معسكر إسباني للمنتخب الأولمبي في مارس المقبل. سوبر كورة، اتحاد الكورة يرفض تنظيم كان 2019 بدلا من الكاميرون. الشروق، عامر حسين، مصر جاهزة تماما لاستضافة أمم أفريقيا 2019. فيتو، جنوب أفريقيا تتقدم بطلب رسمي لاستضافة كان 2019. البوابة نيوز، الإسماعيلي ينظر الحضري، العقوبات في انتظارك. الوفد، طارق العشري، انتظروا حرس الحدود في يناير. وان تري، الاتحاد السكندري يفرج عن المستحقات المجمدة بعد تأهل كأس زايد. الشروق، صلاح، أجواء ديربي الميرسيسايد جنونية. الفجر، محمد صلاح، سنقاتل للفوز على أبرتون وتحطيم الأرقام القياسية لا يشغلني. سكاي نيوز، هدف واحد الليلة ويحطم صلاح رقم القرن قبل الماضي. أس بيكي يقترب من شراء نادي رياسة ديبورتيفو الكتالوني. سبورت 360، صدام جديد بين مورينيو وباغبا بعد مباراة ساوثهامبتون. كورة، مانشستر يونايتد يجهز عرض ضخم لخليفة الدخية.